صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه بحبحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين،
يا مجيب دعوة المضطرين.